بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي أمرتني به إلى الصلاة في ذلك القوم وأنا أنظر إلى أهل الوصف وأنا أنظر إلى أهل الوصف متفق عليه. وللمسلمين قالت كنت أخذت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا في يصلي فيه وقيل كنت أخذته يابسا بذكره في ثوبه. وعن أبي السفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمكم الجارية ويرحم الغنى هنا أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يشيب الثوب تحثه ثم تخصصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قوله فإذا يذهب الماء قال يكفيك الماء ولا يبوك أثر. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. نعم. عائشة رضي الله عنها قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث أيضا في موضوع بيان أنواع من النجاسات. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، متفق عليه. ولمسلم كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. وفي رواية له كنت أحكه بظفري يابسا من ثوبه. هذا الحديث برواياته في موضوع المني، والمني هو السائل الذي يخرج بشهوة، السائل الذي يخرج ويدفق من الإنسان بشهوة، وقد يخرج بدون شهوة كما إذا أصيب الإنسان بآفة قد يسيل منه المني بدون شهوة، وهو نوع من السوائل التي تخرج من القبل، ومنه يخلق الإنسان، لأن هذا السائل يشتمل على حيوانات صغيرة، حيوانات منوية صغيرة، وهذه الحيوانات يخلق منها أو من بعضها الإنسان إذا التقت مع حيوانات المرأة الرحم على شكل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني هذا الإنسان ألم يكن نطفة وهي النقطة من المني، النطفة النقطة من المني، وهذه النقطة يقول الأطباء إنها تشتمل على ملايين الحيوانات، ولكن الذي يصلح منها واحدة فقط. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة يعني مني، ثم يكون علقة يعني نقطة دم، يتحول هذا المني إلى دم، ثم يتحول هذا الدم إلى مضغة
يكون نطفة 40 يوم وعلقة 40 يوم ومضغة 40 يوم ثم 40 الرابعة يخلق ومرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك الموكل بالأجنة فيجري فيه أمر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن بطن الأم. من الذي يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، خلقنا المضغة عظاما، كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه بداية خلق هذا الإنسان، هذا هو المني. قالت كنت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج منه المني كغيره من البشر، والرسل عليهم الصلاة والسلام كغيرهم من البشر في هذه الأمور، كانوا يتزوجون وكانوا يجامعون وكان يولد لهم الأولاد، كانوا يأكلون ويشربون مثل البشر. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فهم بشر عليهم الصلاة والسلام، ولكن الله فضلهم على البشر بالرسالة، اختارهم الله لحمل رسالته إلى خلقه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كإخوانه من النبيين، كان يخرج منه المني عليه الصلاة والسلام، وكان يغسله عليه الصلاة والسلام، يغسله من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، يعني لا يغير ثوبه، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس عنده عدة ثياب، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يلبس ثوبا واحدا لبيته ولصلاته نعم كان لما وسع الله عليه كان يتخذ حلة يلبسها للوفود، تزين بها للوفود عليه الصلاة والسلام، وإلا كان في سائر أحواله يعيش على البساطة عليه الصلاة والسلام، ما كان يتكلف شيئا. وهذا الثوب كان يلبسه في نومه وفي بيته ويخرج ويصلي فيه، وإذا أصابه شيء من الأذى فإنه ينظفه عليه الصلاة والسلام. فيه مباشرته صلى الله عليه وسلم لغسل هذا الشيء مع أنه أشرف الخلق، هذا فيه التواضع منه صلى الله عليه وسلم، فيه التنظف للصلاة. وأنا أنظر، تقول عائشة، وأنا أنظر إلى أثر الغسل، يعني لم ييبس، يعني يخرج به مباشرة وهو رطب، أثر الماء ظاهر ورطب. متفق عليه يعني بين الشيخين الإمام البخاري والإمام مسلم، وهذا أعلى درجات الصحة، إذا اتفق الشيخان على الحديث فهو أعلى درجات الصحة، ثم يليه ما تفرد به البخاري، ثم يليه ما تفرد به مسلم. وفي رواية لمسلم
كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المنية. أفرك الفرك معناه الحت، كانت تفركه يعني تحته، وكلمة فركا هذا تأكيد، تأكيد لرفع المجاز. كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. هذا فيه أن المرأة تخدم زوجها أيضا، هذه أم المؤمنين عائشة تفرك المنية من ثوب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وما تزوج عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها. أما بقية زوجاته فكن ثيبات. ولها من المكانة العلمية، ولها رضي الله عنها من المكانة العلمية المكانة العظيمة، فكانت تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وكانت تفتي في النوازل، وكان الصحابة يرجعون إليها في الفتوى وفي الرواية، فهي فقيهة عالمة فاضلة رضي الله تعالى عنها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها ورأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، ودفن صلى الله عليه وسلم في بيتها. لها من الفضائل شيء كثير رضي الله عنها، ومع هذا كانت تقوم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرك المنية من ثوبه فركا ويصلي فيه. وفي رواية لمسلم عنها: كنت أحكه يابسا، كنت أحكه يعني المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. فهذا الحديث برواياته يدل على مسائل. المسألة الأولى وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها، أن مني الآدمي طاهر، أن مني الآدمي طاهر وليس هو مثل البول وما يخرج من السبيلين، هو مستثنى، هو طاهر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي أصابه المني ويكتفي بحكه أو فركه ولا يغسله. أيضا تركه له صلى الله عليه وسلم في الثوب حتى ييبس هذا دليل على طهارته، إذ لو كان نجسا لبادر بإزالته. وأما أنه كان صلى الله عليه وسلم يغسله فهذا من باب التنظف، من باب التنظف وإزالة الأذى، كما يزال المخاط والبصاق من الثوب والملابس كذلك يزال المني. إن كان رطبا فإنه يغسل، وإن كان يابسا فإنه يحك أو يفرك. وإزالته لا من باب النجاسة، وإنما هو من باب النظافة فقط. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله، أن المني طاهر، فلو صلى الإنسان وفي ثوبه مني صلاته صحيحة. ولكن من المستحسن والأفضل أن يتنظف منه. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وجمع من العلماء إلى أن المني نجس، إلى أن المني نجس، واستدلوا برواية الغسل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة. قالوا: والغسل يدل على أنه نجس. وأما رواية حكه أو فركه
فلا تعارض رواية الغسل، بل إن الحك والفرك يكون قبل الغسل، يعني يجمع بين هذه الأمور، بين حكه وفركه ثم غسله. هذا وجهة نظرهم. والأولون الإمام أحمد والشافعي احتجوا برواية الفرك ورواية الحك على أنه طاهر، وأجابوا عن رواية الغسل لأن المقصود منها التنظف فقط، ليس المقصود منها أو المفهوم منها النجاسة. وهذا هو الصحيح، صحيح أن المني طاهر، لأنه لو كان نجسا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه حتى ييبس، وكان يبادر بغسله. فالصحيح والراجح من القولين أنه طاهر، ورواية الغسل لا تعارض رواية الحك لأنها من باب النظافة فقط. وقالوا إن كان المني نجسا، إن كان المني رطبا فإنه يغسل، وإن كان يابسا فإنه يحك، كما جاءت بذلك الروايات، فيكون هذا عملا بالرواية كلها، يغسل رطبه ويحك يابسه من باب النظافة لا من باب إزالة النجاسة. هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية، فيه دليل لما ذكرنا من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفها في هذه الدنيا، بل كان يعيش صلى الله عليه وسلم عيشة البساطة والسهولة، ما كان له عدة ثياب يلبس هذا ويلبس هذا، حيث إنه كان يلبس ثوبا واحدا في نومه وفي يقظته وفي صلاته وخروجه إلى الناس. المسألة الثالثة، فيه دليل على خدمة المرأة لزوجها، لأن عائشة أم المؤمنين وهي أفضل النساء كانت تقوم بخدمة زوجها، وكذلك نساء الصحابة كنا يقومن بخدمة أزواجهن، فأختها أسماء كانت تقوم بخدمة الزبير بن العوام وغيرها من نساء الصحابة، كنا يقومن بخدمة أزواجهن. هذا فيه دليل على خدمة المرأة لزوجها وقيامها بأعمال بيتها، هذا هو الصحيح الذي تدل عليه السنة، والذي كانت عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن، وهن أشرف النساء. وكون النساء الآن يتكبرن على أزواجهن ولا يقمن بأعمال البيوت ويطلبن إحضار الخديمات، كل هذا من الرفاهية التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال رحمه الله: وعن أبي السمح، عن أبي السمح، أبو السمح اسمه إياد، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرش، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. عرفنا أن أبا السمح هذه كنيته، وأما اسمه فهو إياد، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولم يعرف له غير هذا الحديث، قال: يغسل من بول الجارية. الجارية هي الصغيرة من النساء، الجارية هي الصغيرة من النساء، والغلام هو الصغير من الذكور، الصغير من الذكور قالوا له غلام ما دام دون البلوغ، قالوا له غلام. قال: ربي أنى يكون لي غلام قد بلغني الكبر، إن نبشرك بغلام اسمه يحيى. الغلام هو الصغير دون البلوغ.
وقوله يغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية يعني كغيرها من النساء، فهي حكم بولها حكم بول الكبار الكبيرات، فكما أن بول الكبيرات يغسل فكذلك بول الجواري الصغار اللاتي في سن الرضاع، لا فرق بين كبارهن وصغارهن، يغسل بالماء. ويرش من بول الغلام أي ينضح بول الغلام نضحا ولا يغسل غسلا، بمعنى أنه لا يكاثر بالماء وإنما يكفي الرش، يكفي أن يرش عليه ولا يعصر، وإنما يرش عليه الماء فقط، وهذا من باب التخفيف، فبول الغلام أخف من بول الجارية، نجاسته مخففة، أما بول الجارية فنجاسته مغلظة مثل نجاسة بول الكبيرة. وسبب الحديث هو ما جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جيء بالحسن أو الحسين وهو صغير ابن فاطمة رضي الله عنه، فبال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم يرش من بول، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، نضحه بما بين للناس هذه المسألة. وما هي العلة في الفرق بين بول الجارية وبول الغلام؟ الله أعلم، ولكن العلماء التمسوا شيئا من العلة، قالوا لما كان الذكر محبوبا عند الناس وعند والديه كان يكثر حمله ويكثر منه حصول البول، فمن أجل التخفيف اكتفي برشه، إن لو أمر بغسله لشق ذلك على الناس كثرة حمله، خلاف الجارية فإنها لا يحرص على حملها مثل ما يحرص على حمل الغلام. أنتم ترون الناس يعنون بالغلام وحمله وتدليله والأنس به أكثر من الجارية، ولما كانت المشقة موجودة في بول الغلام خفف الشارع على الناس وأمرهم بالرش فقط، أما الجارية فتبقى على الأصل، تبقى على الأصل. فهذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى الفرق بين بول الجارية وبول الغلام، في أن بول الجارية كبول الكبيرة يغسل غسلا على الأصل في البول، وأما الغلام فيكتفى برشه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد أنه يفرق بينهما، وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى عدم الفرق بين بول الجارية وبول الغلام، لأن كل منهما بول فيجب غسل الجميع، يجب غسل الجميع، ولكن لا شك أن هذا الرأي مخالف للنص، فيترجح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد من الفرق بين بول الغلام وبول الجارية. ثانيا فيه دليل على نجاسة البول، وهذا معروف، هذا معروف. ثالثا فيه أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، فلما كان حمل الغلام يكثر ويحصل بغسله مشقة خفف الشارع وأمر بالرش منه أو النضح منه. رواه أبو داود والنسائي، صححه الحاكم، صححه الحاكم في مستدركه وهو صحيح، الحديث صحيح. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي أخت عائشة، أسماء هي أخت عائشة وأكبر منها بعشر سنين، و
وهي زوج الزبير بن العوام رضي الله عنه، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته ووالد عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل، وهي يقال لها أم عبد الله، أنها أم عبد الله بن الزبير، وأم عروة بن الزبير الإمام الجليل وأحد الفقهاء السبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب. دم الحيض معروف، هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في أوقات معروفة من قعر الرحم، خلقه الله لحكمة تغذية الطفل، فالطفل يتغذى في بطن أمه عن طريق السرة لهذا الدم، ولذلك لا تحيض أو قل أن تحيض الحامل، لأن دمها ينصرف إلى تغذية الطفل. فإذا ولدت حول الله هذا الدم إلى لبن يرضعه الطفل من طريق الثدي، ولهذا قل أن تحيض المرضع، لأن دمها يتحول إلى لبن. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. عن دم الحيض يصيب الثوب، يعني ثوب المرأة الحائض، فقال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته بمعنى أنها تفركه أو تمسحه بشيء، في بعض الروايات تحته بصلع يعني بحجر، بمعنى أنها تحكه بظفرها أو تحكه بحجر أو بعود، هذا معنى الحت، أنها تمسحه بشيء يزيل صورته عن ظاهر الثوب. ثم تقرصه بالماء، ومعنى تقرصه بالماء أنها تفركه في الماء من أجل أن يتحلل ما بداخله، ما تشربه الثوب بداخله من هذا الدم. فالحت يذهب الظاهر والقرص يذهب الباطن الذي تشربه الثوب. ثم تنضحه بالماء، يعني ثلاث مراحل: أولا الحت، ثم القرص، ثم النضح بالماء من أجل إزالة دم الحيض عن الثوب. ثم تصلي فيه، بعد ذلك تصلي فيه لأنه طهر. دل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى، يدل الحديث على نجاسة دم الحيض، على نجاسة دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، والغسل إنما يكون للشيء النجس. المسألة الثانية، الحديث دليل على أن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة، على أن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالصلاة به إلا بعد غسله، قال: ثم تصلي فيه، يعني بعدما تطهره. فدل هذا على أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة الثوب من النجاسات، من الدم أو غيره من النجاسات. فمن صلى بثوب النجس متعمدا وهو غير مضطر، من صلى بثوب النجس متعمدا وهو غير مضطر فلا تصح صلاته. أما إذا كان ناسيا ولم يعلم إلا بعد أن فرغ من الصلاة، صلاته صحيحة، إنه يعذر بالنسيان. وإن ذكر وهو في الصلاة، فإن تمكن من خلعه خلعه، إذا كان عليه ثوب آخر وتمكن من خلعه، أو كون في شيء من ملابسه يمكنه خلعه كالغترة والشماغ أو الخفين
أو البشت يمكنه خلعه وتبقى عليه ملابسه، فإنه يخلعه ويستمر في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع عليه عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال لهم إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما خبثا، يعني خلع عليه لأن جبريل أخبره أن فيهما خبثا يعني نجاسة، فإذا تمكن من إزالة ما فيه النجاسة أثناء الصلاة فإنه يزيله ويستمر في صلاته، أما إذا لم يتمكن فإنه ينصرف، فإنه ينصرف من الصلاة ولا يستمر فيها بثوب النجس، ويزيل النجاسة ثم يصلي من جديد. أما إذا كان في حالة ضرورة، في حالة ضرورة مثلا بيخرج وقت الصلاة وهو ما عنده إلا الثوب النجس ولا يستطيع غسله، بيخرج وقت الصلاة وما عنده إلا ثوب النجس ولا يستطيع يغسل النجاسة، فإنه يصلي فيه، يستر به عورته ويصلي فيه ولا إعادة عليه، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذه حالة ضرورة. المسألة الثالثة فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من ضيق العيش، بحيث إن نساءهم لا يجدن إلا ثوبا واحدا يلبسنه للصلاة وغيرها، فيه دليل على أن الصحابة لم يكونوا مرفهين بل كانوا يعيشون عيشة بسيطة، بحيث إن المرأة من نسائهم ليس لها إلا ثوب واحد تحيض فيه ثم تغسله بعد الحيض ثم تصلي فيه، تلبسه وقت الحيض ووقت الطهر ووقت الصلاة وخارج الصلاة، ليس لها إلا ثوب واحد. والآن المرأة من نسائنا كم لها من ثوب؟ كل ساعة لها ثوب، بل كل دقيقة لها ثوب، وهذا من الإسراف والتبذير الذي يخشى من عقوبته. وروى أبو هريرة عن أسماء، روى أبو هريرة عن خولة أنها قالت فإن لم يذهب أثر الدم، خولة كذا، وجاء في الشرح أنها خولة بنت يسار وهي غير معروفة، خولة بنت يسار غير معروفة، إنما المعروف خولة بنت حكيم، خولة بنت ثعلبة التي نزلت فيها سورة المجادلة، أما خولة بنت يسار هذه غير معروفة. قالت يا رسول الله إذا لم يذهب أثر الدم، يعني بعد هذه الأمور بعد الحت والقرص والغسل لم يذهب أثر الدم، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لكن هذا الحديث رواه الترمذي بسند ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة، وهو مختلط في آخر حياته، اختلط رحمه الله بسبب أن مكتبته احترقت، اختلطت روايته فصارت روايته ضعيفة عند المحدثين، وهذا الحديث من روايته. وأيضا كما سمعتم أن خولة بنت يسار غير معروفة، فهذه الرواية لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حكمها الحكم صحيح أنه إذا عملت فيه هذه الإجراءات، عملت فيه هذه الإجراءات ولم يزل لون الدم فإنه يطهر ولو كان لون الدم باقيا، لأنه معجوز عن إزالته. فإذا كانت النجاسة ذات لون يصبغ الثوب وغسل الغسل الكافي ولكن لم يذهب اللون فإن بقاء اللون لا يضر في مثل هذه الحالة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبهذا انتهت أحاديث إزالة النجاسة. وفي موضوع الأحاديث اليوم موضوع المني وموضوع بول الجارية وبول الغلام وموضوع دم الحيض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندك أسئلة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الشيخ رحمه الله، يقول السائل: لما نحن نصلي جماعة وعند المرأة من الصلاة أخبرنا إمام المسجد أنه كان على غير طهارة وقال لنا عليكم إعادة الصلاة فقمنا وأعدنا الصلاة، فهل هذا الفعل صحيح؟ هل يكون ذلك مقصرا؟ إذا صلى الإمام للجماعة وهو على غير طهارة ناسيا أنه على غير طهارة ولم يذكر إلا بعد السلام، فإن صلاة الجماعة صحيحة، وإنما تلزمه الإعادة وحده. صلاة الجماعة صحيحة وإنما تلزمه الإعادة هو، وذلك لأن عمر رضي الله عنه صلى بالصحابة، فلما أصبح رأى على ثوبه أثر احتلام فاغتسل رضي الله عنه وأعاد الصلاة ولم يأمر الصحابة بإعادة الصلاة. وجاء في مضمون هذا حديث، جاء في مضمون هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صح أن الإنسان إذا صلى بالقوم وهو على غير طهارة، صلى ناسيا وهو على غير طهارة، فإنه يعيد وتصح للقوم صلاتهم. أما إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة فإنه ينصرف ولا يجوز له الاستمرار، وهم ينتظرون إلى أن يأتي ويصلي بهم، وإن كان يتأخر فإنه يوكل من يصلي بهم، يوكل من يصلي بهم. ومن العلماء من يرى أنه له أن يستخلف، له أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، وهو قول قوي، الاستخلاف قول قوي، يستخلف من يتم بهم الصلاة لأنه كان في أولها معذورا حيث كان ناسيا، فيستخلف من يكمل بهم الصلاة، وهذا القول فيه قوة. وإذا لم يستخلف وقال لهم انتظروا ثم ذهب وتطهر ثم جاء وصلى بهم فهذا لا إشكال فيه. نعم. لا، يصلون جماعة، تقدمهم واحد يصليهم، تقدمهم واحد يصليهم، إما أن يستأنف الصلاة من جديد أو أنه يبني على صلاة إمامه ويكون هذا هو الاستخلاف. نعم. الله عنك يا شيخ، وإن أكمل الصلاة بعد أن علم بعدم الطهارة فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة، إذا استمر وهو يعلم أنه على غير طهارة فصلاة الجميع باطلة. نعم، لأنه أصبح لا عذر له. نعم. يشترط في رش بول الغلام أن يكون لا يكتفي باللبن، يكتفي باللبن، فإن كان يأكل الطعام فبوله مثل البول الكبير، فالرش من بول الغلام مقيد بما إذا لم يطعم الطعام وإنما يتغذى باللبن، لأن قتادة راوي الحديث قيده بذلك، قيده بما إذا لم يطعم. فيروى هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا القيد يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة قال: مضت السنة أنه يرش من بول الغلام إذا لم يطعم، وقولهم مضت السنة هذا له حكم المرفوع، له حكم المرفوع، فيقيد بما قبل أكله الطعام، أما إذا أكل الطعام فإنه يكون حكمه حكم بول الكبير لا بد من غسله. نعم. يقول السائل: إن لم يكن هذا من الوسواس، أخشى أن هذا وسواس فيتركه الإنسان، أما إذا صح
أنه وجد أثرا للبول فإنه يغسله للمستقبل، أما ما مضى فيعفو الله عنه وصلاته صحيحة لأنه لم يتعمد ما مضى من الصلوات، فهو صحيح لأنه لم يذكر هذا ولم يتعمد، لكن يغسله للمستقبل. نعم. هل سائل الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، كغيره من البشر ما ثبت أنه كل فضلاته طاهرة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كان يستجمر ويستنجي، وكان صلى الله عليه وسلم يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فهو صلى الله عليه وسلم كغيره من الأمة في هذا، ما ثبت أن فضلاته طاهرة، كل فضلاته طاهرة. نعم الريق والبصاق والعرق والدموع هذه طاهرة من كل أحد، أما ما يخرج من القبل أو الدبر يستثنى المني، المني طاهر، وما عداه فهو نجس، فهو نجس، استثنى المني هذا طاهر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غيره، وما عداه فكل ما يخرج من القبل أو الدبر فهو نجس، هذا هو الصحيح. وبعضهم يقول إن ما يخرج من الإنسان أو فضلات الإنسان على ثلاثة أقسام، القسم الأول ما هو طاهر بالإجماع كالدموع والعرق والبصاق والريق، هذا طاهر بالإجماع، دم الحيض هذا نجس، هذا سمعتم الحديث فيه. وأما الدم من غير الحيوان المأكول فهو نجس أيضا من آدم وغيره، الدم الذي يصيب الإنسان من حيوان غير مأكول هذا نجس من الآدمي ومن غيره. وأما دم الحيوان المأكول ففيه تفصيل، إن كان من الذبح والذكاة يخرج من الوديجين وقت الذكاة هذا نجس لأنه دم مسفوح حرمه الله سبحانه وتعالى، وإن كان دما متبقيا في اللحم بعد الذكاة فهذا حلال وطاهر، حلال أكله مع اللحم وطاهر إذا أصاب ثوب الإنسان، هذا هو التفصيل في الدم. نعم. نحن والله أعلم على حالة الضرورة، لأنهم يعني ما كان يستطيعون غسلها وقت القتال وقت المعركة وقت. نعم. نعم هذا فيه حديث يغسل أنثيه وملاكيرة، نعم فيه حديث يغسل يعني إذا حصابه مذي، هذا في المذي ما هو في المني، هذا في المذي، خروج المني بشاوة يوجب الاغتسال، أما خروج المذي فهذا يغسل مذاكيره ويغسل خصيتيه ويتوضأ، فالمذي يوجب الوضوء ويوجب غسل الذكر والخصيتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم. نعم يعيد الغسل إذا خرج مرة ثانية، يعيد غسل الذكر والأنثيين لأن الغسل الأول بطل بخروج المذي مرة ثانية. نعم. ولو خشي من تأخر عن الصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فيغسل ولو تأخر، يكون معذورا إذا تأخر، يعني إذا صدح عن صلاة الجماعة يكون معذورا. نعم. لا يضر هذا، لا يضر هذا إذا لم يتعمد بلعه، لم يتعمد بلعه، ذهب إلى حلقه
بدون إرادته ولم يتعمد فلا شيء عليه. نعم. لا، الرعاة لا يبطل الصوم، وكل الدماء التي تخرج من الإنسان بغير اختياره كما لا تبطل الصوم، كما لو جرح الإنسان وخرج منه دم، أو خلع ضرسه وخرج منه دم، فالدم الذي يخرج بغير اختيار الإنسان ولو كان كثيرا لا يبطل الصيام. إنما الذي يبطل الصيام خروج الدم الكثير باختيار الإنسان كالحجامة، سحب الدم، هذا يبطل الصيام لأنه باختياره. نعم. تحليل ما يضر، تحليل لأنه يسير، تحليل أخذ الدم من أجل التحليل لا يبطل الصيام لأنه يسير لا يلحق بالحجامة. نعم. الأصل في هذا هو الحجامة، فما كان في معناها يبطل الصيام وما كان دونها لا. نعم. إذا استيقظ الإنسان من نومه ووجد بللا في سراويله أو في ثيابه فإنه يجب عليه الاغتسال، لأن هذا يدل على وجود الاحتلام وهو لم يشعر به. فإذا وجد بللا في ثيابه أو في سراويله بعد النوم فإنه يجعل هذا احتلاما، لأنه قد يحتلم ويخرج منه الشيء وهو لا يدري. نعم. العترة هذا مذهب الزيدية، الهادوية والعترة يريد وهم الزيدية. الزيدية طائفة معروفة في اليمن، طائفة من طوائف الشيعة في اليمن يقال لهم الزيدية لأنهم ينتسبون إلى زيد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسموا بالزيدية، وهم فرقة من الشيعة، هؤلاء هم الزيدية. والهادوية جماعة منهم الذين على مذهب الهادي، الإمام الهادي، الذين أخذوا بمذهبه يقال لهم الهادوية، مثل ما يقال الشافعية نسبة إلى الشافعي، حنفية نسبة إلى أبي حنيفة، فهم أتباع الهادي من أئمة الزيدية. والعترة يعنون بها قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يدعون أنهم من أهل البيت، يدعون أنهم أو أن أئمتهم من أهل البيت، فيسمونهم العترة يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. تقسيم المحبة إلى محبتين، محبة التضييع ومحبة الوالد لوالده، ومحبة الثاني محبة العقية ومحبة عبد الله ورسوله. لا تقرب من المرهون يختلط الصوت. محبة العقية ومحبة عبد الله عقلية. السؤال محبة العقية ومحبة عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، السؤال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة عقلية أم محبة؟ محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة عبادة، ما هي عقلية، محبة عبادة معها ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. ما المحبة التي يتبعها ذل وخضوع هذه عبادة، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمحبة الله عز وجل، تابعة لمحبة الله عز وجل، ولا يقال لها عقلية، وإنما يقال لها محبة العبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. أما المحبة التي لا يصاحبها ذل وخضوع فهي محبة فطرية، كمحبة الوالد لولده ومحبة الإنسان لزوجته، فهو يحبها أو يحب ولده ولكنه لا يخضع له ولا يذل له، هذه محبة فطرية ليست من العبادة. نعم. تقسيم، لا بس تسميته عقلية، خطأ في تسميته عقلية، وهي محبة عبادة، ولا التقسيم أصله صحيح أنها تنقسم
إلى محبة عبادة ومحبة فطرية. نعم. سمها شرعية أو محبة عبادة كله سواء. محبة العبادة أحسن. سمى محبة عبادة أحسن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. محبة عبادة. وضابطها هي التي يكون معها الذل والخضوع للمحبوب، هذه محبة العبادة. أما المحبة التي ليس معها محبة ذل ولا خضوع فهذه محبة فطرية لا يؤاخذ عليها الإنسان. نعم. هذه تابعة لمحبة الله، هذه محبة عبادة تابعة لمحبة الله عز وجل، لأن من أحب الله أحب من يحبهم الله، والله يحب رسله وأنبياءه ويحب أولياءه ويحب عباده المؤمنين، فالمؤمن يحبهم لأن الله يحبهم، فهو يحبهم من أجل الله، ويكون هذا من العبادة لله عز وجل. نعم. إنسان قتل عدد من الجوع وهم صغار للمؤمنين. نعم. يقول إنسان قتل عدد من الجوع وهم صغار. قتل عدد منه؟ الكلاب يعني. إيه. لأنهم هم سيحرمون عن السيف، وصار الأمر يخيل إليه أنه يسمع أصواتهم فماذا عليه؟ هنا أخطأ خطأ كبيرا في قتله أولاد هذه البهيمة، أن ذلك يعذبها، فهو أخطأ في هذا، عليه التوبة إلى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا الشيء. نعم. يقول الشيخ ما لكم من هذا على بلاد الكفار وأخذ جنسيتهم؟ حرام. كون الإنسان يذهب إلى بلاد الكفار ويستوطن فيها ويأخذ جنسيتهم هذا حرام، لأنه منهي عن السفر إلى بلاد الكفار إلا في حالة الضرورة أو في حالة الحاجة، إذا الإنسان يبي يتعالج ولا وجد علاج إلا في بلاد الكفار سافر، لأن هذه حالة ضرورة أو حالة حاجة، إنسان سافر لأجل تجارة، لأجل تجارته وأمواله، أو سافر لأجل دراسة لا توجد إلا عنده والناس بحاجة إليها، فهذه حالات عذر، يجوز أن الإنسان يسافر مع تمسكه بدينه وإظهاره لدينه وعدم التنازل عن شيء من دينه بهذه الشروط. أما السفر إلى بلاد الكفار للاستيطان أو للنزهة والجلوس هناك فهذا لا يجوز، لما يسببه من الخطر على عقيدة المسلم وعلى دين المسلم، ما لم تلجئه الضرورة. إذا ألجأته الضرورة إلى بلاد الكفار لكونه لم يجد بلدا مسلما وكان في بلاد الكفار مكان يمكن أن يأمن فيه لفترة ثم يرجع إلى بلاد المسلمين، يعني ما نيته الاستقرار ولا نيته التجنس بجنسيتهم، وإنما ذهب مؤقتا من أجل أن يسلم على دينه، لأن بلاد فتنة ولا يجد بلدا مسلما يذهب إليه، كما هاجر الصحابة إلى بلاد الحبشة الهجرة الأولى عند النجاشي وكان نصرانيا ذاك الوقت، أنه لا يظلم أحد عنده، هذه حالة ضرورة. الحاصل أنه في حالة الضرورة لا بأس يسافر إلى بلاد الكفار بقدر الضرورة، إما للجلوس هناك وإما لغرض من الأغراض ثم يرجع. أما أن يذهب بدون ضرورة ويجلس هناك هذا حرام، لأن الواجب العكس، الواجب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فرارا بدينه، والتجنس بجنسيتهم لا يجوز، لأنه يدخل تحت حكمهم وتجري عليه أحكامهم بموجب الجنسية، يصبح واحدا منهم، هذا أشد، لا يجوز. نعم. نعم. ما يجوز، لا يجوز هذا، طمع الدنيا ما يجوز يأخذ جنسية الكفار، لأنه إذا أخذ جنسيتهم يسري عليه نظامهم ويكون فردا من أفراد رعيتهم، لا يجوز هذا من أجل طمع الدنيا. نعم. إذا كان ما يمكن يتعلم اللغة إلا هناك وكان بحاجة إلى تعلم اللغة لا بأس. بعضهم يذهب ليس بحاجة، لكن
لا إلا لم يكن بحاجة لا يجوز، أو كان يمكنه أن يتعلم اللغة هنا لا يجوز، لا يجوز له ذلك. لا ما هذه حجة غير صحيحة، المسلمون اللي هناك أيضا هم على خطر، فكيف يروحون؟ لا ما يصح إلا لحاجة لا يمكن تحقيقها إلا بالسفر، فيسافر بقدرها ويرجع. نعم. مع أننا سمعنا أو نسمع كثيرا إن اللي يروحون يدرسون اللغة هناك يعيشون مع عوائل كافرة في بيوتهم، ويخالطون نساءهم وبناتهم ويعيشون معهم، يقولون لأن هذا أمكن للغة من أجل التخاطب معهم، من أجل هذا غلط عظيم، حصل فيه فساد، حصل من هؤلاء فساد مع عائلات هؤلاء الكفرة، لأنهم لا الكفار لا يحامون على أعراضهم ولا تهمهم أعراضهم، بل يكونون قاصدين لإغلال المسلمين وإفساد المسلمين. نعم. إذا كان أصل القصد التعبد وطلب الأجر، وكونه مثلا يحصل له فوائد صحية، هذه تابعة للعبادة، لا بأس، تابعة للعبادة. أما إذا كان الأصل العكس، طلب الفوائد الصحية، فهذا ليس له أجر، ليس له أجر، وهذا ليس عبادة. لا المدار على القصد، على الأصل، على القصد الأصلي من الصيام. إن كان القصد الأصلي هو التعبد فهذا عبادة، وتكون المنافع الصحية تابعة ومفيدة. لا شك أن الصيام فيه فوائد صحية، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فيصوم تعبدا لله، وهذا الصوم يفيده من الناحية الجنسية أنه يكسر فيه شدة الشهوة، فلا بأس بذلك إذا كان الأصل طلب الأجر وحصول الفوائد.